السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فوائد الحلبة للحمام وازاي نستخدمها بطريقة صحيحة. ولكن قبل ما نبدأ في موضوع النهاردة، ازاي نستخدم الحلبة علشان تخلي الحمام يبيض باستمرار، وازاي الحلبة هي طارد للديدان، وازاي الحلبة بتزود وزن الزغاليل وتخلي الحمام كده تجيل وكبير جدا وعنده صحة. حابة أرد على سؤال في التعليقات. عندك حمام وعندك أولاد، عاملة قناة ليه؟ عندك فراخ وعندك حمام وعندك أولاد، ليه بتفتح قناة؟ عاملة القناة دي بفيد بيها كل ست بيت، وبشجعها إن هي تربي حمام، وبقدم فيها معلومات ونصائح ومحتوى هادف جدا. مش بظهر، الصورة اللي على القناة دي صورة من جوجل بامرأة بزي وجه صعيدة. بخاف الله ورسوله، بتقي الله في بيتي وأولادي، عاملة مشروع الحمام بستفيد منه، لما بحتاج فلوس ببيع جوز أو جوزين بيصرفوني. والله حمامي حبايبي، الحمامات دول اللي أنا مربيهم أقرب ليا من ناس كتير جدا. كوباية الشاي وسط الحمام بالدنيا، بيصرفوني وبلاقيهم زغاليل من تحتيهم باخد للعيال. طب ما الفتحة قناة ليه؟ بفيد كل ست بيت وبعرفها ازاي تربي حمام. تعرضنا لأزمات كتير جدا، ما طلعناش صورنا، ما تكلمناش عن مشاكلنا، ما تكلمناش عن حياتنا، علشان فلوس، علشان أفيد واستفيد، علشان أنا عندي التوأم واتنين غيرهم، فلما يدخل لي دخل حلو من اليوتيوب فهيحسن من المعيشة عندي. لما توأم سنة وسبع شهور، ابني في تالتة ابتدائي، بنتي حضانة، ولله الحمد هم اللي عندنا حماماتنا وبيتنا. فالقناة دي مصدر رزق ليا والأولادي صراحة. فيا جماعة بالله عليكم بلاش التعليقات السلبية، أخاف الله ورسوله. بطلع بكل أدب واحترام من غير الوجه. فخلينا في موضوع النهاردة. بتحتوي الحلبة على فيتامين دي، وكمان بتحتوي على فيتامين سي وفيتامين ب12 وكمان على فيتامين اي. الحلبة فيها الفسفور وبتحصل على الكالسيوم وعلى البروتين. الكلام ده كله بيساعد على زيادة الخصوبة وتقوية المبيض الضعيف عند الحمام. الحلبة دي فاتح شهية للحمام، بيعطيهم الصحة وبيزيد من أوزانهم. يعني لما الحمام بيكون تحته زغليل ونبدأ إن احنا نحط ليه حلبة، فبيبدأ يأكل وبيبدأ يشرب الزغليل حلبة، فالحلبة طارد للديدان. ولما الحمام بيكون عنده ديدان مش بيرضى يشتغل، وبيبدأ عنده هزلان وكششان، وبيبدأ بعد كده يضعف ويموت، وقبل ما بيضعف ويموت بيوقف إنتاج نهائي. كمان الحلبة يا جماعة بتعمل على تحسين الجهاز الهضمي. يعني لما الحمام بيكون آكل أو واكل كده بتخلي بتساعد إنه يسرع الهضم. لما بنلاقي حمام عنده ضيق في التنفس، لما بيحصل إيه؟ لما بنقدم الحلبة بتخفف أو بتعالج مرض التنفس عند الحمام، وبتعالج إصابات الحمام في الجناح والأرجل من خلع خفيف أو تشنجات أو جروح. الحلبة دي مفيدة، بتنشط الدورة الدموية عند الحمام، بتخليه قوي جدا، وبتخلي فيه لمعان وفيه بريق في الريش، وكمان منشط عام لجميع أنواع الحمام، وخاصة الحمام اللي بيطير أو حمام السبق. طيب ازاي نقدم الحلبة يا ريتال يا ام الابرياء بطريقة صحيحة للحمام؟ اول شيء بنجيب لتر من المية وبنحط فيه 4 معالق من الحلبة. تعالى سليم. وبعد كده بنخلي المية معلش بنجيب المية وبنحط فيها الحلبة وعلى النار، قبل ما خلاص رايحة تغلي نغطيها تبرد. لما نبدأ نضيفها نضيف عليها مية تاني ونكون معطشين الحمام ويبدأ يشرب منها، فهتعالج جهاز التنفسي وتعمل سرعة الهضم
وكمان هتطرد الديدان عند الحمام. أول شيء علشان نستفيد منها لو الحمام ضعيف 3 أيام، يعني في الأسبوع يوم ويوم واثنين ثلاثة ورا بعض علشان تقضي على الديدان وتبدأ تعالج. كل أسبوع هنبدأ نعمل 3 أيام في الأسبوع، والكلام ده لمدة 15 يوم هتقضي، ونبدأ كل شهرين أو ثلاثة نكرر الحلبة، فهي مفيدة جدا. لما بندي جرعة الديدان بندي يوم، لا مرة واثنين وثلاثة، 3 أيام. فالحلبة زي كده بنديها 3 أيام ورا بعض علشان الحمام الضعيف، وعلشان الديدان، علشان العلاج أمراض التنفسية، وعلشان عدم الهضم اللي موجود عند الحمام. بتعالج الخسسان والكششان والضعف العام عند الحمام. فالحلبة موجودة في كل مطبخ في البيت، كل 6 بيت ما تلاقي عندها حلبة، وممكن تجيبي ب5 جنيه من عند العطار. فطيب هل احنا ينفع نقدم الحلبة للحمام ونرميها كده؟ على ما اظن مش هيرضى ياكلها، ولو كلها مش هيستفيد منها استفادة كاملة. طب ينفع ان احنا نقدمها مطحونة؟ انا افضل شيء شايفة ان احنا نقدم الحلبة للحمام كمشروب، مفيدة جدا، فبتساعد زي ما قلت لكم على الاشياء اللي انتوا شايفونها. الناس اللي هي من المنصورة ومن القاهرة وعاوزة تشتري حمام، فانا اسفة ليها جدا، المكان بعيد عني خالص، فانا اتواصل مع الناس اللي هي موجودة على خط الصعيد ابيع ليها الحمام. فالحمام لو مش متوفر عندي بشتريه من مصدر موثوق وببدأ اني انا ابيعه. وعلشان اكون صريحة، انا بس بفيد وبستفيد في الحمام، فالحمام ده هواية ورزق من عند ربنا بعتهولي، والقناة دي مصدر رزق ليا وليكم، اني اقدم لكم كل معلومة تفيدكم بإذن الله. فلو انت 6 بيت، انا انصحك انك انت تعمل رغية وتربي فيها من 3 جواز ل20 جوز، ولو هتربي لبيتك فهم 6 أو 8 حلوين. ولكن لو انت عاوزة تكتر الحمام اكتر وعاوزة تعمليه مشروع، فهو اقل شيء 30 جوز في البيت. وطريقة التأكيل بطريقة صحيحة ان شاء الله هتكلم فيها عن فيديو في فيديو. فلو عندكم اي سؤال يخص تربية الحمام او تربية التوأم اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم. واسفة جدا اني اتكلمت في بداية الفيديو ورديت على احد التعليقات السلبية اللي جاتني في الفيديوهات السابقة، انت ليه عاملة قناة وليه طول ما عندك اولاد وعندك حمام. والسلام عليكم ورحمة